النهاردة الكنيسة في الأحد الرابع من شهر بابا وضعت لنا إنجيل، هو الإنجيل من إنجيل معلمنا القديس لوقا البشير الإصحاح السابع من آية 11 إلى آية 17، وهي معجزة من إحدى المعجزات الثلاثة التي صنعها السيد المسيح من إقامة الأموات. السيد المسيح صنع ثلاث معجزات إقامة موتى بثلاث قصص مختلفة لإقامة الأموات. أول معجزة كانت إقامة ابنة ييروس، والمعجزة الثانية إقامة ابن أرملة نايين اللي الإنجيل بيتكلم عنها النهاردة، والمعجزة الثالثة المشهورة اللي هي إقامة لعازر. والكنيسة النهاردة اختارت القصة بتاعت إقامة ابن أرملة نايين دي بالذات لأن في هدف. قراءات شهر بابا كلها عايزة تبين المسيح إن هو غافر الخطايا، وإن هو شافي الأمراض، وإن هو أتى علشان يشفي طبيعتي الساقطة الميتة بسبب الخطية، علشان يعطينا الحياة الأبدية. عشان كده الكنيسة النهاردة اختارت قصة إقامة ابن أرملة نايين، لأن السيد المسيح هو اللي تقدم فيها لإقامة الميت دون أن يسأله أحد. يعني لو بصينا على القصص بتاعت القصتين التانيين، سواء إقامة ابنة ييروس أو إقامة لعازر، كانوا الناس بيطلبوا منه، عايزين معجزة، كان الناس بتطلب منه. لكن المرة دي نلاقي إن السيد المسيح من غير ما حد ما يسأله ومن غير ما حد يطلب منه، من فرط حنانه ومن فرط تحننه، أول لما دخل مدينة نايين وهو على باب المدينة ولقى الميت وهو كان شاب ورأى الأرملة تبكي، اتحنن عليها وقال لها كده إيه؟ لا تبكي، لا تبكي، أنت بتبكي ليه؟ ما تبكيش. وبدون أن تطلب تقدم ولمس النعش، وقف الحاملون فقال للشاب إيه؟ أيها الشاب لك أقول قم، قوم. فقام الشاب وجلس، وأول لما قام راح دفعه لمين؟ لأمه. حنان ربنا يسوع المسيح هو اللي دفعه ان هو يصنع هذه المعجزة دون ان يسأله احد. الكنيسة وضعت في الحد الرابع من شهر بابا معجزة اقامة ابنة ارملة نايين، لان احنا اساسا في شهر توت وبداية السنة الكنيسة بتركز على التوبة، والتوبة هي ايه؟ هي قيامة، قيامة من بين الأموات، يعني موت الخطية. التوبة هي قيامة أولى، والخطية هي موت أول. علشان كده نلاقي إن الكنيسة بتركز إن السيد المسيح تقدم من نفسه علشان يشفي طبيعتنا إحنا من موت الخطية، برضو دون إن إحنا إيه؟ دون ان احنا ان نطلب. لو بصينا كده نلاقي ان السيد المسيح جاء وتجسد وصنع الفداء العظيم على عود الصليب من غير ما احنا ما نقول له تعالى خلصنا. هو اللي تقدم، هو اللي جه علشان يشفينا من طبيعتنا الساقطة، وعلشان يدينا حياة ايه؟ حياة ابدية. يبقى ربنا جه علشان يقمنا من نوعين من الموت، نوعين من الموت. أول نوع بنسميه موت الخطية، ده بنسميه الموت الأول، وده علاجه التوبة وعلاجه المعمودية
تانية، لأن التوبة هي عبارة عن معمودية تانية. وبنقول الإنسان اللي بيتوب وبيرجع لحضن ربنا ده نال قيامة، بس بنسميها قيامة أولى، زي سفر الرؤيا ما بيحكي عن القيامة الأولى. في سفر الرؤيا الإصحاح 20 آية 6 في آية حلوة خالص بتقول إيه؟ بتقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. القيامة الأولى مقصود بها حياتنا هنا على الأرض، وإن الإنسان يتقدم بتوبة حقيقية فيقوم من موت الأول اللي احنا سميناه موت الإيه؟ موت الخطية. الناس اللي هتقوم دول يا بختيهم، الناس اللي هتتوب ديا يا بختهم، لأن الموت التاني اللي احنا بنسميه الموت الأبدي، إن الإنسان هيعيش في الجحيم لو ما تبش العمر بقيت الخلود. ربنا خلق الإنسان عشان حياة الخلود، عشان يعيش معاه إلى الأبد. فلو الإنسان كان ليه نصيب في التوبة هيكون له نصيب في القيامة مع الأبرار، ولو ما كانش ليه نصيب في التوبة مش هيكون له نصيب في القيامة التانية. يبقى ربنا جه علشان يقيمنا من الموت الأول اللي احنا بنسميه موت الخطية، ونعيش حياة التوبة فنحصل على القيامة الايه؟ الأولى. وأيضا جه علشان يقومنا من الموت الأبدي اللي هو القيامة التانية المقصود بيها ايه؟ يوم القيامة العامة اللي فيها ربنا هيدين فيها سرائر الناس، ويفتح سفر، يفتح الأصفار، يفتح سفر كل واحد فينا ويشوف خيرا كان صنع أم شرا صنع، وإن كان صنع خير هيروح مع الأبرار، إن كان صنع شرا هيروح مع الأشرار. طيب إيه هو دورنا نحن الخلاص اللي ربنا صنعه؟ لو ركزنا النهاردة في قرايات المزامير من عشية لباكر للإنجيل نلاقي إن دورنا إحنا، المزمور بيقول إيه في الإنجيل؟ بيقول شاكرين لك إلى الدهر من جيل إلى جيل، لأننا نحن شعبك وغنم رعيتك. إذن دورنا إحنا إن إحنا نشكر ربنا. ده في إنجيل القداس، مزمور الإنجيل بتاع القداس. طب لو فتحنا كده مزمور عشية هتلاقيه بيقول لك أعترف لك يا رب استقامة قلبي. أعترف هنا مش معنى الاعتراف لابونا، ولكن معناه أنا بعترف بجميلك عليا اللي أنت صنعته عشاني، إن أنا بقدم لك الشكر، بقدم لك الشكر على اللي أنت صنعته معايا يا رب. ودي حياة الكنيسة، حياة الكنيسة كلها إن إحنا حياة تسبيح، والإنسان اللي بيشكر ربنا بيحيا حياة التسبيح. في كل مرة نقف نسبح ربنا ده اعتراف مننا ان احنا بنشكر ربنا ان هو صنع لينا هذا الايه؟ الخلاص، وخلانا ان احنا نقوم من موت الايه؟ من موت الخطية. لو بصينا في مزمور بتاع باكر بيقولك اعترف لك يا رب في الجماعة الكثيرة، برضو مقصود بيها ان انا ايه؟ اشكر الرب، اشكر ربنا على صنيعه اللي هو صنعه معايا. ونلاقي كده ان ده فعلا دور الكنيسة. لو صلينا تسبيحة عشية، لو صلينا تسبيحة باكر، لو صلينا تسبيحة نص الليل، نلاقينا بنقول ايه؟ كله شكر لربنا. التسبيحة كلها حياة ايه؟ حياة شكر. لو بصينا النهاردة في معجزة ابن أرملة نايين هنلاقي ان ربنا تعامل مع كل الشخصيات برضو دون ان ان يسأله احد. يعني هنلاقيه تعامل مع الارملة، وهنلاقيه تعامل مع الناس اللي هم كانوا شايلين النعش،
وهنلاقي ربنا برضك اتعامل مع الانسان الميت، وتلاقيه اتعامل مع كل الجموع اللي كانوا موجودين وشايفين المعجزة برضو دون ان يسأله ايه احد. مفيش حد طلب منه، ولكن كانت المبادرة من عند مين؟ من عند ربنا. نلاقي موت الابن الوحيد ده كان بيضرب بيه المثل في الحزن الشديد. اي واحدة بتفقد زوجها بيبقى يوم صعب جدا عليها، وبتحس ان الحياة كلها خلاص بقت شبه ضلمة ومفيهاش نور، ولكن ربنا هو ابو الايتام وهو ابو الايه؟ الارامل. ولكن نبص لهذه الارملة، ليها ارملة وما عندهاش غير ابن ايه؟ وحيد. ابن وحيد، والابن الوحيد ده كمان ايه؟ مات. يعني سندها الاول جوزها راح السماء، وابنها الوحيد التاني راح ايه؟ راح السماء، ومبقاش هي بلا سند. اذا كم الحزن اللي كان عند هذه الارملة كان حزنا شديدا. فنلاقي في سفر ارميا بيوصف الحزن دون، بيقول يا ابنة شعبي تنطقي بمسح وتمرغي في الرماد، نوح يعني حزن وحيد، اصنعي لنفسك مناحة مرة لأن المخرب يأتي علينا بغتة. هنلاقيها في أرمية 6:26، ونلاقي كمان في سفر زكريا بيوصف الحزن الشديد دون، وبيقول وأفيض على بيت داود وعلى كل سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلى الذي طعنوه وينحون عليه كنائح على وحيد له. دي اللي هي في زكريا 12:10. إذا الحزن على الابن الوحيد ده كان حزن شديد جدا. والسيد المسيح صنع هذه المعجزة في مدينة اسمها مدينة نايين. مدينة نايين دي موقعها الجغرافي هنلاقيه في الجليل على سفح جبل حرمون الصغير، وهي عبارة عن قرية صغيرة دلوقتي بتسمى نين، والقرية دي موجودة في منطقة الايه؟ الجليل اللي كان بيبشر فيها السيد المسيح. معنى كلمة نايين دي كلمة عبرية معناها جميلة أو مفرحة وعذبة. المدينة دي اسمها مفرحة وعذبة، ومع ذلك الأرملة دي شافت فيها موت مين؟ موت ابنها، وتحولت إلى مدينة من مدينة مفرحة إلى مدينة إيه؟ محزنة، علشان ابنها الوحيد مات. فجي السيد المسيح عشان يرجع لها ابنها ويفرح ايه؟ يفرح قلبها. عشان كده نفس الكلام بيحصل معانا. الكنيسة هي امنا اللي حزينة على كل واحد فينا لما بيبعد عن ايه؟ عن ربنا. ولكن امنا بتفرح جدا لما كل واحد فينا يرجع تاني لمين؟ لحضن ربنا. عشان كده نلاقي القديس اغسطينوس قال قول حلو خالص، بيقول كده لقد فرحت الأم الأرملة عند إقامة الشاب اللي هو ابنها، وها هم البشر يقومون كل يوم بالروح، والكنيسة كأم تفرح بيهم. ذاك اللي هو الشاب كان ميتا حقا بالجسد، أما هؤلاء فهم كانوا أموات بالروح. ودي حقيقة، احنا بنبقى عاملين خطية بنكون اموات بالروح، ولكن لما بنيجي ونتقرب من الجسد والدم ونقول يا رب اغفر لنا خطايانا، ونروح لابونا ونعترف ونقدم توبة حقيقية، بنقوم فعلا من موت الخطية وبنحيا حياة حقيقية مع ربنا يسوع المسيح. قلنا ان في المعجزة دي السيد المسيح تعامل مع كل اشخاصها دون ان هم يسألوا او ان هم يطلبوا. اتعامل مع الارملة ازاي؟ قدم لها السيد المسيح التعزية وقال لها ما تبكيش، انت فقدت زوجك ودلوقتي فقدت ابنك، ف
فأصبحت بلا سند أو عائل، زينا بالظبط لما النفس البشرية بتتحرم من نعمة ربنا بسبب إيه؟ بسبب المعصية، بسبب الخطية اللي إحنا إيه؟ بنعملها. إنسان لما بيصنع الخطية ويبقى مصمم إن هو يصنع الخطية ونعاند ونصنع الخطية، روح ربنا بيفارقنا إلى حين. مش مقصود روح ربنا القدوس، ولكن مقصود نعمة ربنا بتفارقنا أثناء ما بنعمل الخطية، ويبقى الإنسان حاسس إن هو وحيد، حاسس إن هو بلا سند زي الأرملة بالظبط. فلما يجي ربنا ويقومنا بالتوبة نحس إن إحنا رجعنا لحضن ربنا. فربنا بيتعامل مع كل واحد فينا زي ما اتعامل مع الأرملة بالظبط. اتعامل السيد المسيح مع حامل النعش، عمل ايه؟ جه السيد المسيح وقدم لمسة. كل اللي شافوا اللمسة دي من حامل النعش ايه اللي حصل لهم؟ حسوا بالقوة والسلطان الالهي، لان الميت، تخيلوا انتوا شايلين انسان ميت كده وتلاقيه بيقوم، فهم حسوا بالقوة، بقوة اللمسة دي اللي قومت مين؟ اللي قومت الميت. ودي قوة التوبة، ان ربنا بيلمسنا فنقوم من موت الخطية. كمان مع الابن الميت ربنا قدم له كلمة قم، ايها الشاب لك اقول قم. وبقوة هذه الكلمة، الكلمة دي لم ترجع فارغة، بل تحققت في نفس اللحظة. اول لما ربنا قال له قوم، راح هو ايه؟ قام من بين الاموات. ربنا تعامل كمان مع الجموع. رأى المسيح الجموع، جموع لما شافوا كل هذه المعجزة، شافوا سلطان السيد المسيح على اقامة الايه؟ الاموات. فعلى طول هم ظنوا المنطقة دي هي نفس المنطقة اللي جه إليشع وأقام وعمل فيها برضك معجزة إقامة موتى. فهم على طول راح افتكروا إليشع إن هو لما زي، فقالوا إيه؟ إن أقام فينا هنا إيه؟ وسطنا نبي. فقالوا على ربنا إن هو إيه؟ نبي. بسبب هذه المعجزة نلاقي إن يوحنا المعمدان، لما نروح في البيت وناخد تدريب صغير، رح نقرأ بس إصحاح لوقا 7، نلاقي ان بعد كده نلاقي يوحنا المعمدان شخصيا ابتدى يبعت له 2 من تلاميذه يقول له ايه؟ يقول له هو انت الاتي ام ننتظر اخر؟ يعني حتى يوحنا المعمدان ابتدى يبعت وفد من عنده بسبب هذه الايه؟ المعجزه. ربنا قادر ان هو يلمس قلوبنا كلنا ويقومنا من موت الخطيه، ولالهنا المجد الدائم ابديا امين. اغنيته خنوم اسمي نيسو وامتي بيو 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 كطا بفران.